I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two seater. ازيكم يا شباب؟ عاملين يا رب بخير. طبعا في تعليقات يعني بتقول ان انا ما صورتش حشود ده، شيء اللي ذبحتنا. معرفش هو احمد ده مش عارف يهودي ولا صهيوني ولا ملة اهله ايه. المهم هو بيقول لك ما صورتش ليه وذبحنا. طب انت هات لي فيديو وهو بيذبحنا، انا صورت كل حاجة خلي بالك. وهو كان بيخاف من حشودنا، يعني حشتنا يطلع يروح هو فاكك تمام، ويروح مدخل علينا دبل تمام، الاتنين بلاك وينج يعني بيدخل بالتنين تمام. وكمان محمد اللي انت بتقول عليه ما عندوش خبرة، ده اكل اتنين حشتين، واحد من تبع تاشي والتاني من تاشي تمام. انت بتقول ذبحنا ومش ذبحنا تمام، عشان ايه؟ وفي واحد تاني بيقول لي ايه، جلدتوهم وخدوا منكم الحصون والقاعدة. طب ما انت مش فاهم اللي حصل. اقول لك حاجة، انت الناس فاهمة حرب القاعدة دي بتعتمد بس على القوة؟ لا، مش بتعتمد على القوة، بتعتمد على الخنزرة. يعني تاشي ليفل الخنزير عنده عالي. وبعدين تاشي ده اللي انت شايفينه، تاشي ده الفاظه بنت، يعني الفاظه بنت لا، فضل يشتم في القاعدة ويعمل رسائل اللي هي بتتعمل من القاعدة دي كلها شتايم وبتاع. جلدناهم من حيث ان احنا فشخناهم قتلة، ما كناش مخلينهم ياخدوا راحتهم في القاعدة ولا في الحصون. يعني تاشي ده كان بياخد الحصون تمام، واخد حصن تمام. العوائل اللي معانا يعني ما كانوش بيقدروا يطلعوه، يعني مرة يطلعوه مرة لا. انما احنا اول ما يشوف حشد من عندنا طالع، والله كان بيفك تاشي، كان بيفك. وتاشي كان مستني، يعني بص تاشي بيعمل ايه، يستنى الاي يو يدخله تمام، يروح هو داخل دبل ورا بعض بلاك وينج تمام، كل شوية يغير ايه قاعدة حشود عشان خاطر التنين، مهارة التنين. يفضلوا يضربونا بالتنين، ضربونا حشود كتير قوي بالتنين تمام، بس كلها انتصار تمام. ما فيش غير كام حشد بس هما اللي انتصروا فيه، بسبب ان هما بيطلعوا دبل مش واحد بس. يعني هو واحد يروح خبطك، التاني على طول انت بتلحقش تشوفه. يعني واحد انت تلاقي ان في حشد طلع عليك، التاني تلاقيه خبط قبل التالت، يعني اتنين بيضربوا في نفس الوقت تمام. كل حشوده كانت كده زي ما انت شفته، كل حشود تاشي كانت كده. وتاشي اتاخد فوق السطوح حرفيا تمام. واحنا عملنا اللي علينا تمام. وبعدين دي حرب يعني يجوز فيها الفائز والخسران عادي، مش فكرة يعني. بس الفكرة ان احنا استمتعنا، حطينا عليهم هيبة تاشي راحت في الارض. يعني تاشي كان بصراحة يعني في نظر ان هو مرعب وبتاع ومحدش يقدر عليه. يعني اول ما انصد والله انا مت ضحك، بسبب ان هو يعني ايه كان عمال يضرب بلاك وينج. يعني يا جدعان ده ما تعرفش بيجيب منين الجواهر، فضل يضرب بالتنين كل شويه، يضرب بالتنين كل شويه، يضرب بالتنين. مفيش حشود، انا ما رضيتش انزل انا خلي بالكم مصور بتاع 4 5 ساعات بس ايه على فترات. الفكره ان انا كنت بنام واصحى الاقيهم لسه بيحاربوا، يعني اروح اغفل كده ساعه ارجع الاقيهم لسه بيحاربوا. والقاعدة كان فاضلها 5 دقايق وكان بيحصل مداعك وحروب. يعني احنا دخلنا تمام، هو راح ضربنا واحد اتنين، رحنا احنا فكينا، راح تاشي داخل تمام، راح العائل اللي تبعنا ضرب، راح تاشي صد. وبعد كده تاشي عمل ريفل للقاعدة تمام، راح واحد تاني دخل، راح تاشي صده، وبكده تاشي خد القاعدة. فهمتوا الفكرة عاملة ازاي؟ يعني القاعدة بتفضل خلاص اخر 5 دقايق تمام، اخر 5 دقايق تاشي فاخد 3 دقايق صد حشدين، لان عمل ريفيل الحشد بسرعة تمام. فلما عمل ريفيل الحشد اللي كان طالع اللي هو تبعنا ده، معرفش يطلع تاشي من القاعدة، اخدوا القاعدة تمام. لكن تاشي بطاطا تمام، هو بيعرف يلعب بصراحة وغدار، ويعني في حتة خنزرة كده. يعني انتوا مشفتوش لعبه، يعني مش لعب بني ادم طبيعي، ولا في تخطيط في اللعب بتاعه، ضرباته كلها التخطيط. يعني بصراحة مش عارف والله، يعني هو الناس اللي هي بتحب تكره العرب دي، انا عارفهم، في عارف بيكرهوا العرب، انا عارف الناس دي. يعني في ناس نفسهم يشوفوك بتتصفر عشان يشمتوا فيك. الناس دي بيبقوا يا اما هو مش عارف، حد حرقه وهو صغير يعني في اللعبة تمام، حد حرقه تمام على القاعدة. يعني أنا والله العظيم أنا قبل كده
كنت نازل في مملكة عربية، كنت بفخ الصد ايام ما كنت لسه ما عملتش فخ فردي. فواحد صاحبي قال لي تعالى التحالف ده، تحالف حلو بتاع، دخلت تحالف عربي كان اسمه اس اي، تمام اس اي وفي النص كده زي الحلزونة بس. فدخلته ده الصراحة الشباب كانوا كويسين وبتاع وخلاص. فانا بكلم القائد بقول له ايه يعني الحلفاء بتاعتنا فين، انا مش شايف لنا حلفاء. قال لا احنا ملناش حلفاء. قلت له حلو، قال لي قلت له يعني انا هاجم براحتي. قال لي هاجم براحتك وبتاع. فانا فكيت الدرع وكنت فخ صد يعني بقدر اخبي الجيش بتاعي. فرحت فعلت حمى وحرقت كام قلعة واخدت كام قائد ورجعت تاني مكاني. اتفاجئ ان واحد من الناس اللي انا حرقتهم ده عربي، دخل كمية مسبات وشتايم فظيعة، والله فظيعة، شتايم ومسبات وبتاع. قلت له مش هسيب القائد، فضل يحط اسمي في الشات، موقعي في الشات، ويقول لك ابن ال... بقى مش عايز اسمع صوت حد، انا محدش حاسس بيا، انا هفكر في الانتحار. اعوذ بالله، هو ده الكلام، الانتحار هو الحل. انا مش هنتحر، انا هفكر بس. بيتين ومثبته بص، ويفضل يشتم بالاخت، مش عارف ايه الاخت يعني حرقاه فيه برضه، يعني يفضل يشتمك بالاخت والام، ما تعرف بيجيب الاسماء دي منين. يشتم اضحك ولا ابكي؟ اضحك ولا ابكي؟ شرام. المهم فضل يشتم ويزيط، وانا ايه فضلت ايه اللي هو غايب كل برود عادي. واتفاجئ الاقيه مكلم التحالفات الصينية، كان في تحالفات صينية في المملكة، مكلم التحالفات الصينية، نزلوا جنبي كلهم وراحوا رزعوني واحدة جنج حرقوني فيها. تمام، يا لهو على الشماتة اللي اخدتها منه، وتحالفه كله داخل يشمت عندنا في البتاع. حرقنا لكم الفخ، حرقنا لكم الفخ، حرقنا لكم الفخ، ابلع خرف، ابلع زج، ابلع مش عارف ايه، ابلع ابلع ابلع، كله ابلع. ما تعرفش يعني ايه ابلع؟ واحد يقول لك اكلناكم زج. بصوا الفاظ بنت كلب، يعني هم شمتانين فينا ان الصيني حرق واحد من عندنا. تمام، مع ان لو بصوا الصينيين دول بيحرقوهم يعني. بس هم اصلوا تحالفهم جنب تحالفنا، الخلية جنب الخلية. المشكلة ان هم الصينيين بينزلوا يحرقوهم برضه، فسبحان الله يعني فعلا ما بيتحدوش في اي حاجة يعني، فاهم؟ بس فانا اتصدمت وكلمت القائد قلت له انا هرتحل من المملكة. قال لي ما ترتحلش وبتاع، خليك معانا في التحالف. وانا ساعتها ما اتصفرتش، انا ساعتها خسرت بتاع 400,000 تي 3، وال400 دول كانوا بالنسبة لي رقم يعني، عشان ارجع ال400 دول كان في تاريخ، عايز لي كام سنة عشان ارجعهم، لان كان الاول اللعبة جواهر ضعيفة، احداث ضعيفة، ما فيش غير كام حدث هو اللي كان بيجيب جواهر يعني، حتى التسريعات الصيت كان تعبان يا كافر يا ملحد يا يعني، كانت حاجات يعني على قدها كده، مش زي دلوقتي بصراحة. دلوقتي تقدر تجيب جواهر بسهولة. بس ف مش عارف والله، انا زي ما انتم شايفين كده في الفيديو في مداعك بتحصل، تاشي بيهرب من الحشود، تاشي بيهرب من الحشود. وحتى الناس اللي مع تاشي والله كانوا بيهربوا من الحشود، يلاقوا الحشد بتاعنا طالع يروحوا فاكين، هوب بتلاقي حشدين ضربوا الحشد بتاعنا في نفس الوقت، يعني اتنين طلعوا زي الصواريخ كده. دي طب انت ليه تاشي ما تاكلش من الحشود ليه؟ وعمالين يقولك قطعة الامبراطور ومش عارف ياخد مننا كلام اقسم بالله ما ليه اي لازمة. تمام، وفي ناس قالت لي فعل حمى، تخاف تفعل حمى لا تشي يرسوع لك في خدك. بص انا مستعد افك المضاد واكشف جيش قدام تاشي، وطز في تاشي يا اسطى، وطز في اي حد، محدش هيعرف يصفرني، فاهم؟ حتى لو عمل عليا حفلة مش هتصفر. يا عم انت بيكذب، ده بيكذب يا رب. تمام، ان انا عارف اخر الناس دي هيضربوني بالتنين، عارف، فانا هحتسبهم. هحتسبهم راحوا كده ايه ببلاش. بس انا ايه باخد احتياطاتي وبنام بالدرعيته بتاعتي، عشان الدرعيته لو نزلت وانا نايم خلاص، اقول على نفسي يا رحمن يا رحيم. لكن وانا صاحي والله ما يقدر يصفروني. اولا انتشي معاه لحد دلوقتي 4 عوائل او 5، يقول ممكن يعمل واحدة تاني وبقى 6، يعني يطلع عليها بتاع 6 حشود.
هقدر اكلهم ان شاء الله. بس كده يا شباب، نسيت اقول لكم يا شباب ان احتمال بعد ساحة التنين هعمل بث مباشر، او بث مباشر وانا في ساحة التنين، فمش عارف مش عارف، على حسب. لو عايزين اوكي، مش عايزين اوكي برضه. سلام. استاذ حمزه تاني، معلش معلش، تاني طلب تاني. طلباتك كترت. لا بجد طلباتك كترت. ابعد عنه ساعات. ما ترفس نفسك، انت عندك ذنب. اقعد يا عزمي. بتطلع ايه يا عم انت؟ بتطلع ايه؟ الحق يا ابراهيم. اللي فات مات، عفى الله عن سلف، بس احنا لازم نحب بعض. ايه اللي انت بتقوله ده؟ معلش يا استاذ، ده خدوا من كل رجل قويلة. ايه وخدونا فرصة بقى؟ لا خدوا من كل رجل لعيبة.